بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن اليوم في رحاب جامعة طيبة والتي لها دور ريادي حقيقة في خدمة كثير من القيم التي نشأ عليها هذا البلد والتي كرستها قيادته الرشيدة. فنحن اليوم في برنامج سفراء الوسطية في نسخته السادسة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة. هذا البرنامج الذي تحتضنه جامعة طيبة بشكل سنوي حقيقة هو من الأمور التي يعمل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على التعاون والتشارك مع هذه الجامعة الرائدة في تعزيز قيم التي تستهدفها حقيقة رؤية المملكة 2030، ومنها قضية التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، وأيضا ثقافة الحوار ونشر ثقافة الحوار والانفتاح على العالم الآخر والتفاعل الإيجابي مع الأمم والشعوب الأخرى. معالي مدير الجامعة حقيقة سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز السراني الذي فعلا يمثل نموذج رائد في أهمية أن تنشر مثل هذه القيم بين طلاب وطالبات من 40 جامعة ما بين حكومية وأهلية حقيقة حول المملكة العربية السعودية، وحضور هذا العدد الكبير من طلابنا وطالباتنا وأبنائنا وبناتنا للعمل على الحصول على دورات تدريبية ذات علاقة بالوسطية ونشر قيم الوسطية، ثم عمل مبادرات في نهاية المطاف، ثم أخذ هذه المبادرات التي فعلا دائما ما تنال على جوائز ولله الحمد، فسواء من البنات أو من أولاد المملكة العربية السعودية. نحن شركاء في هذا الوطن، والكل يعمل حقيقة لحفظ الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء، وأنتم أيضا في الإعلام نحن نثني حقيقة على هذا الدور الريادي الذي تقومون فيه، فبارك الله في جهودكم حقيقة. وجريدة المدينة لها مكانة خاصة حقيقة في النفوس لأنها من الصحف الرائدة التي عززت قيم التعايش والتلاحم والوسطية وأيضا التسامح داخل المجتمع السعودي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، متمنيا لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح.